بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بشرككم حبيباتي، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وفي صحة جيدة يا رب العالمين. كما تشوفوا اليوم وصفة كيفية عمل الفلفل الحار المخلل بطريقتي الخاصة، إن شاء الله تعجبكم. وكذلك طريقة عمل البوفزوخ كما يسميوه في جميع أو أغلبية ربوع الوطن، البوفزوخ على طريقتي كذلك، ان شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. ما نطولش عليكم، نخليكم مع طريقة التحضير. نبدأ بعملية او بطريقة تحضير الفلفل المخلل. نحطه في القراعي كما هكذا، الفلفل الحار او هكذا شريناه، هذا هو الموسم نتاعو بهذا النوع تاع الفلفل، يجي صغير ويجي يجي حاكم روحه هكذا. ندخلوه في القرعه تاع بلاستيكيه تاع سعيده، بعد ما نعمروها مليح نجيبو الخل، نسحقو الخل، هذا خل فينيغر ابيض او احمر كيما تحبوا. راح نعمر القرعه نتاعنا حتى تصبح نصف الكميه، نصف القرعه تاعنا راح نعمروها نص، والباقي نكملوه ماء. هكذا وصلنا في النص تاع القرعه بالخل. كملنا النصف الفوقاني تاع الماء حتى اصبح مغطي الفلفل تاعنا كيما تشوفوا، نص خل ونص ماء. دوك راح نديروا شويه تاع كعبات تاع الليمون، نقصوهم رقيق حتى زوز بركه فقط. واش نديروا الان؟ راح نديروا زيت الزيتون، نجيبوا قطره فقط باش تعمل لنا الغلاف تاع 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 الغلاف تاع القرعه، باش تكون محكمه القفل. ثم نقفل عليها كما درنا لهادو، كما تشوفوا كملنا المخلل تاعنا. راح نخليوه هنا مده اسبوع حتى يصبح لونه مصفر ويصبح قابل للاكل، من اسبوع الى 10 ايام. انا من الافضل كي عود نديرو في الصيف، ما نديروش في الموسم تاع البرد. راح ندخلو في الفرجيدار، راح يكمل الطياب تاعو في الثلاجة، وان شاء الله راح تتحصلوا على نتيجة جد رائعة. نبداو في كيفية عمل البوفزوخ الان. نحتاج في وصفة البوفزوخ الفلفل بعد ما يكون أخضر بهذا الشكل، نحطه يفور طفويرة واحدة فقط، غير يهز الطفويرة تاعه ونطفيه على حبيباتي يصبح بهذا اللون. شوفوا الفرق، لكن في نفس الوقت حاكم روحه، إن شاء الله تكونوا فهمتوني. ما يتفورش بزاف، يبقى حاكم روحه إلا لونه يتغير من هذا اللون إلى هذا اللون. نحتاج كذلك الى قطع من الليمون، وكما نعتلكم الفلفل هو هذا هو الاصلي، كاين اللي يديروه يقصوه مباشره، لكن طريقتي ان شاء الله اذا جربتوها راح تعجبكم باذن الله. راس كبير تاع الثوم، وكما يقولوا برطمانات او بلارات تاع فارغين معقمين، نغسلوهم مليح ونشفوهم. شوية تاع زيت الزيتون وملعقة، نحتاج إلى ملعقة فقط من الخل. نبدأ الطريقة على بركة الله. أول حاجة حبيباتي نجيبو الفلفل تاعنا، نبدأ نقطعوه بهذه الطريقة كما تشوفوا، يكونوا رقيق هكذا بهذه الطريقة. على ذيك قلت لكم لازمش يفور باش يسهل علينا تقطيعه. كاين ناس يخليو ينحيو الزريعة، وكاين اللي يخليوها
حاولوا انكم تنحيوا، ومن الاحسن انكم تستعملوا قفازتين. نحطوا هذا الفلفل تاعنا، من الاحسن الخطوه الثانيه على خاطر يخرج لنا شويه تاع الماء، نحطوه يستقطر هكذا في صفايه. نكمل الفلفل تاعنا كامل ونرجع لكم نكمل لكم طريقه التحضير تاع. او حبيباتي بعد ما قصينا الفلفل تاعنا كامل كما تشوفوا وحطيناه في الكسكاس لانه درنا كميه على بس بيها هاكم كما تشوفوا، ما خرجش الماء بزاف لان الطريقه تاع طفوار تاع الفلفل وما نلحوشو في الروبو راح ما يخرجش الماء بزاف. هكذا نسحقوه، نجيبو كميه من الملح، وطبعا هي عينا هي ميزاننا على حسب كميه الفلفل. نحركوه مليح، نزيدو نجيبو الثوم نتاعنا، نجيبو راس مليح كما قلت لكم. وصفت اليد طبعا رايحه نديرو ساشي باش ما يحرككمش طبعا، ونحرك المكونات جيدا الملح مع الثوم مع الفلفل هكذا. ان شاء الله تكون الصوره واضحه. طبعا ونهزوا كميه ونبداو نعمروا البلاره تاعنا بهذا الشكل. نكمل نعمر البلاره تاعنا الموجودين ونرجع لكم. ها حبيباتي بعد ما قسمت الكميه تاعنا على البلارات اللي عندنا كيما وش عندكم، ان شاء الله تكون الصوره واضحه. بعد ما درنا الملح والثوم راح نديروا كل بلاره راح نديروا فيها شويه تاع الخل هكذا كيما تشوفوا، كل وحده ملعقه كبيره لكن مش معمره بزاف، خل عادي تاع الابيض، الخل الابيض او الخل الاسود كيما تحبوا. الخطوه الاخرى راح نديروا كميه كذلك من زيت الزيتون، راح تعمل كغلاف، ديروا قدر الملعقه فقط كيما هكذا باش تشوفوا كميه ملعقه، وراح نغطيو بها الفلفل نتاعنا او البوفزوخ. اصبح الان بوفزوخ بعد ما درنا الطريقه هذه. راح نحطوا ليمون في اخر بهذه الطريقه، راح نقفلوا بها البوفزوخ تاعنا، راح يعطيه الذوق وفي نفس الوقت راح يخليه يطيب مليح. ما نحلوش عليه، نغلقوا عليه ونخليه هنا مده اسبوع او 10 ايام في الثلاجه، من الاحسن يكون في الثلاجه حبيباتي هكذا. نغلقوا عليهم كامل ونبدا نكمل كامله. ها كيما تشوفوا حبيباتي البوفزوخ تاعنا واجد في البلارات بهذا اللون وبهذه الطريقه، يجي رائع. 10 ايام اسبوع ما تحلوش عليه، كل مره تحلو وحده يحكم بزاف وقت ما دامو في الفرجيدار، حتى 4 اشهر كل واحد والكميه اللي راح يديرها. كما قلت لكم طريقه كذلك المخلل الفلفل الحار بهذه الطريقه، نص الخل ونص تاع الماء، يجي جد رائع. كما قلت لكم من الاحسن انه يتحط حتى هو في الثلاجه لاننا في الصيف، يقعد في الشتاء خليه على برا هكذا فقط لمده اسبوع وتقدروا تاكلوا منه وتلقاوه ان شاء الله تنجح معكم الطريقه، مع انتظار وصفات اخرى وتدابير منزليه اخرى في الايام القادمه. ما بقى لي غير نقول لكم في امان الله وحفظه، مع السلامه.